الحالة تستدعي معالجة أزمة سياسية بأدوات سياسية، هم اللي يملكون هذه الأدوات، والحديث عن حوار هكا بصورة فضفاضة يعني خليت الأمر كأنه هم يبحثوا على محاصصة جديدة أو تنظيم محاصصة جديدة تحت مظلة هذه المنظمات اللي هي في أساسها منظمات مهنية. تصحيح المسار الثوري، بناء مؤسسات دولة، كشف الأرشيف السياسي ومحاربة الفساد من النقاط البارزة التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع الذي أراد منه منظموه التعريف بالحركة. وجدنا اليوم في بنزرت وتحديدا في العالية، لأننا أصبحنا نرى أن المنابر الإعلامية لم تعد كافية في مخططات إجهاض الثورة. نريد أن نتصل بالشعب، نريد أن نتصل بالمواطن، سيكون هذا منهجنا في الفترة القادمة، وسنحاول أن نحشد عدد أكبر من المواطنين من الشعب للذود والدفاع عن الثورة التونسية. ولئن تمنى بعض الحاضرين أن لا يكون هذا الاجتماع ينصب في إطار حملة انتخابية، فقد طرح غيرهم عديد التساؤلات المتعلقة بالحلول التي تقترحها الحركة لحل الأزمة السياسية الحالية. إن شاء الله ما يكونش حملة انتخابية، وما يكونش هذا الشعب اللي بحالي أنا بذعة يتاجر به الأحزاب كلهم بما فيهم الحزب الذي انتمي إليه. لا أخشى في الله لو ما تلائم. حركة وفاء أكدت أيضا أن المشهد السياسي الحالي هو عبارة عن صراع بين الترويكا الحاكمة والمعارضة، صراع أسقط